انتوا اجهزه التبريد شو صلحوا منها؟ صلح سبالت مكيفات شغلتها. شنو العطلات تصير بيهم؟ واكثر شيء موتور، موتور لي غاز حسب الاصلاح، حسب اللي عطلاته اللي يريده هو. المواطنين انفسهم عندهم شو اسمه القديمه هاي اسمها الاير كونديشن المكيف، هي الاير كونديشن موديل اي موجود. موجود موديل الخمسينات موجود تصلحوا؟ اي ويشتغل واصلح فيه. والله يشتغلون وموجودين. زين اسعار التصليح شلون؟ ما شرط، كونديسر عندك، غاز، ماطور. يعني مثلا غاز، غاز ب 40 50 50000. اي زين. والعضلات الاخرى 15 25 70 120 ما شرط. ما شرط. اي ما شرط. زين اقبال المواطنين هسه دي يجون يشترون سبالت ومكيفات. سبالتي اكثر لو لا السبالت عليه طلب اكثر. انت تبيع مبردات مستعمل؟ مستعمل اي نعم. ما عندك جديد؟ ما عندي لا جديد. زين بيش المبردات سوي؟ ب 50 اكو، اكو ب 60، اكو ب 90، ما سوى. زين هاي المبرده مثلا بيش هاي؟ هاي ب 90. 90 شنو اللي ماطورها كامل شغال يعني؟ هاي تروح تشغل قبل بس. انت تاخذها يعني قشر وتسويها؟ قشر اي هم قشر اكو ونبيع. زين بقى المواطنين عليش على السفالت وعلى المبردات؟ لا على المبردات. ليش؟ على مود المولد وطني ماكو. يسألوك الناس على المبردات دي يجوك يعني؟ اكيد اكيد يعني هو هسه اكثر شيء الطلب على المبرده. سبب؟ جو حار، صيف، رمضان كله. الكهرباء قليله؟ كهرباء اكيد لانه السبلت هذا السبلت ما يشتغل على المولده فيصير الطلب على المبرده لان اقل كهرباء واقل. شنو اللي انت مخلي هسه شيء خاص بالمبردات شنو؟ الحلفه، سيم الحلفه، القايش، القصبات، هذا الاستندر هذا. اكثر شيء المواطن عليه شيء يجي؟ على الحلفه زيد شيء. كلش قد تتبدل الحلفه؟ كل موسم الحلفه سنويا تتبدل. كل سنه تتبدل؟ اي كل سنه تتبدل الحلفه. لان ما ترهم سنه الاخ ما تشتغل. عندك شيء اخر نسيته يمكن هو يعني انت عندك قطع غيار من مبردات؟ اي بوش، شفت، واشرات كله موجود. الواتر بوم؟ الواتر بوم، الغطاس. يعني ايش قد سعر الواتر بوم؟ ما سوى، اكو الايراني، اكو الصيني، اكو التركي، ما سوى. يعني ايش قد سعره مثلا؟ 4 6 8 5 ما سوى حسب النوعية. احسنهم؟ احسنهم التركي. التركي 6000 دينار. هو يحتاجوا دعم. اي المطلوب هسه على الغطاس ازيد من الواتر بوم، ما يسحب كهرباء.